هنروح للسكواش داخل النادي الاهلي. يمكن الكثيرين يعرفوا مصطفى عسل لاعبنا، ولكن مش مصطفى عسل بس اللي موجود في النادي الاهلي وبطل كبير، لا عندنا لعيب كمان دايما بنجيب اخباره ودايما بنتكلم عنه، وهو يوسف سليمان. يوسف سليمان ده احد لاعبي النادي الاهلي، ويعني لعيب ليه يعني مستقبل كبير جدا، هو المصنف رقم 11 في العالم، راجل يعني من توب يعني 50 بلايرز على مستوى العالم. طيب يوسف سليمان كان بيلعب بطوله في كندا اسمها ويندسور. البطولة دي اتلعبت من 15 ل 19 أغسطس، ربنا وفقه فيها ووصل فايدل، ولكنه خسر في النهائي وخد الميدالية الفضية، وطبعا أكيد هتدي له نقط كتير. طيب هو خسر من مين؟ خسر من هقول لكم، خلينا نقول مشواره، طب خلينا نقول مشواره واحدة واحدة، لأنه خسر في النهائي من طارق مؤمن. طيب مشواره كان مين؟ كان في البداية فاز على صلاح الترجمان، كندي مش مصري على فكره، وبنتيجه 3-0، وبعدين كسب الامريكاني اندرو دوغلاس، فاز عليه في ربع النهائي بنفس النتيجه 3-0، قبل ما يفوز على زميله النجم وادي دجله يحيى التوساني بنتيجه 3-0 عشان يوصل فاينل يلاعب طبعا زميله طارق مؤمن ويخسر منه بنتيجه 3-2 بعد مباراه قويه جدا. طبعا خليكم فاكرين يوسف سليمان في يوم من الايام ممكن نشوفه هو ومصطفى عسل بيتصدروا هما الاثنين التصنيف العالم. خلينا برضو نكمل الاسكواش. الاسكواش بدأ بقى تدريباته، ده على مستوى بقى الفرق، نفس الكلام بالنسبة للجمباز، نفسه في الاسكواش. الاسكواش احنا الحقيقة عندنا مجمعين، نفس الكلام، عندنا مجمع في الشيخ زايد وعندنا مجمع في أهل الجزيرة. يمكن البداية أو الأساس هو مجمع الجزيرة اللي تم افتتاحه في 2018 على ما أتذكر، ومجمع الاسكواش في مدينة في الشيخ زايد تم افتتاحه مع مجمع الجمباز من سنة في احتفالية كبيرة حضرها كابتن محمود الخطيب. اللي بيحصل دلوقتي في الجمباز تدريبات فردية زي ما حضراتكم شايفين مع مدربين، لعب جماعي، وبعد كده هتبتدي الموسم ان شاء الله بدايه من الشهر اللي جاي هتبتدي البطولات. كل نادي بينظم بطوله وبتجمع نقاطك ويبتدي في رانك، قصه كبيره في الاسكواش برضو، لان الاسكواش الحقيقه لعبه قاعدتها كبيره، واللي بيوصل فيهم من اللعيبه بيبقى الموضوع صعب جدا وفي منافسه كومبيتيشن بشكل صعب جدا. كاميرا الابطال كانت حاضره تدريبات الفريق في الاسكواش، سجلنا التقييد اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. هنخش في سيزون البطولات، هيبدا في شهر 8، يعني كمان في بطوله كمان 5 ايام. احنا بقالنا شهرين بنتمرن وكده، وبنعمل فتره اعداد بقى بتبقى عباره عن تمارين فتنس وتمارين سكواش، وبنلعب جيمز مع بعض زي نتمرن عشان نستعد لاول بطوله في السيزون. احنا قعدنا فريست كده، يعني يعتبر رمضان كده، ومن بعد بقى العيد الصغير بدأنا بقى ان احنا نرجع تاني وكده، بس الموضوع بقى بيبقى صعب لان بنكون ريحنا فتره كبيره، لان فالتمارين في الاول بتبقى مش احسن حاجه، يعني بنتعب وكده، بس بعد كده بقى بنعود نفسنا بقى كل يوم نتمرن، كل يوم رايح يوم في الاسبوع عشان يعني نبدا بقى بدايه حلوه في السيزون. يعني اول بطوله كمان 4 ايام هي منطقه الجيزه. كباتن يعني بيحاولوا بقى ان هم يعني يمرنونا على الحاجات اللي هنعملها في البطولات، ونلعب جيمز مع بعض ونحتك ببعض عشان نروح نعم يعني نظهر باحسن طريقه. يعني خلصنا السيزون اللي فات الحمد لله كده في قبل رمضان على طول، خدنا بس تقريبا 10 ايام اسبوعين اجازه طبيعي يعني بتاع كل سنه، وبعديها ننزل عادي. اول حاجه بنبتدي فتره الاعداد الفتنس عشان اللعيبه لسه ما بتبقاش لسه جاهزه قوي، فبعديها بنبتدي السكواش بعديها باسبوعين كمان. فابتدينا الاول بس فتره اعداد الفتنس، ودخلنا بعديها على طول باسبوعين السكواش، يعني ابتدينا تقريبا كله في 15/6. وزي ما انت شايف اهو الحمد لله دلوقتي بنجهز عشان البطولات اللي جايه، فلسه كده عندنا بطوله كمان 4 5 ايام، بطوله منطقه الجيزه من اهم البطولات في السيزون، هي وبطوله اللي بعديها منطقه اسكندريه، بس في قبلهم بطوله في النص مهمه قوي برضو بتاعت مصر الدوليه، لان دي بتساعد في الترتيب الاوروبي كمان علشان البريتش اوبن دايما اللي بيطلعها الخمسه المصنفين على مصر بيطلعوا يلعبوها بمثابه بطوله عالم للناشئين والناشئات. يعني احنا اخذنا راحه بعد بطوله الجمهوريه، وكان في دوري بعديها اخذنا راحه، كان في شهر رمضان اخذنا شهر رمضان راحه، وبعدين اشتغلنا بعد العيد ابتدينا نرجع تاني، وكفتنس وكسكوش بنخلي اللعيبه تلعب سولو مع نفسها الاول ستريتات وحاجات كده، بعد كده لعبنا ستروكس وحاجات كده مع المدربين،
كنا متابعين كل الكلام ده وشغالين دلوقتي كويس عشان خاطر هنبدا سيزون الاسبوع الجاي. فخير ان شاء الله، وان شاء الله الفرقه تعمل حاجه كويسه السيزون ده. هو احنا دايما بنلعب على المركز الاول، ده طبيعه النادي الاهلي، فاحنا بنحاول نعلي من لعبتنا ومن قدراتهم الفنيه، فبنحاول نساعدهم يعني ان هم مستواهم يعلى، وان شاء الله نحاول نحقق حاجه كويسه السنين الجايه.